السلام عليكم. كل طبخة سياسية في المنطقة أمريكا تعدها وروسيا توقد تحتها وأوروبا تبردها وإسرائيل تأكلها والعرب يغسلون الصحون. هذا تماما ما يجري اليوم فيما يسمى بصفقة القرن، حيث أن العرب منقسمون بين منخرط فيها ومعارض لها، غير أنه لا يستطيع أن يقول لا، لكن شعبنا الفلسطيني الأبي يقولها بكل ما فيه من صمود وعنفوان. هل يمكن لكل بنادق العالم أن ترغم عصفورا على أن يغني إذا كان لا يريد ذلك؟ وهل تستطيع أعظم هيئة قضائية في التاريخ أن تقاضي أحقر ديك في أصغر قن في العالم لأنه لا يصيح عند شروق الشمس؟ فكيف إذن تظن المارقة الغبية السارقة القاتلة إسرائيل أن بمقدورها تركيع شعب لا يركع إلا لله تعالى وكسر هامات أعلى من جبل الجرمق؟ لن تجعلوا من شعبنا شعب هنود حمر، فنحن باقون هنا في هذه الأرض التي تلبس في معصمها إسوارة من زهر. من ورق المصحف نأتيكم، من السطور والآيات، فنحن مبثوثون في الريح وفي الماء وفي النبات، ونحن معجونون بالألوان والأصوات. لن تفلتوا، فكل بيت فيه بندقية من ضفة النيل إلى الفرات. مهما يعلو الجدار بالضفة الغربية، من هدوء بالإصرار وبحب الحرية، من انتفاضة الحجار وبثورة شعبية، وبنحكي الانتصار لأسرانا الأبطال. قولوا الله يرجع، أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة إذن، وإلى الفقرة الحوارية التي نناقش فيها المقاومة الشعبية الفلسطينية، الدوافع والآفاق لهذه المقاومة، ولا سيما أن شعبنا الفلسطيني المجاهد قد مارس هذه المقاومة عقودا طويلة من الزمن، تربو عن قرن كامل من الزمن وهو يمارس هذا النوع من المقاومة، والذي يأخذ أشكالا متعددة، وهي مقاومة لها اعتبارها القوي إلى جانب المقاومة المسلحة التي تأبى كثير من الفصائل الفلسطينية أن تسقطها لصالح المقاومة الشعبية المدنية السلمية، لأن هذا الاحتلال هو احتلال مختلف ويرتكز على أسس يعني لا تتشابه مع احتلالات أخرى مارقة كانت في المنطقة خلال القرن الماضي. على أي حال، هذا الموضوع سنناقشه مع ضيوفنا الكرام. معنا في الأستوديو الدكتور صادق الشيخ عيد، الباحث في مركز الشرق الأوسط بجامعة سكاري. أهلا وسهلا فيك أستاذ صادق. وسيكون معنا تباعا من غزة ورام الله ضيفين كريمين، هما الأستاذ هاني ثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والأستاذ أيضا علاء الرماوي الكاتب والمحلل السياسي. لكن نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير، فابقوا معنا.
إذن التقرير يجهز بعد لحظات قليلة من الآن، ولعلي أبدأ بسؤال أول حتى يتسنى لنا مشاهدة التقرير. دكتور صادق، نحن الآن نتحدث عن مقاومة مترسخة لدى الشعب الفلسطيني مارسها عقودا طويلة من الزمن، كان آخرها بشكل طويل المدى إلى حد ما في بدايات الانتفاضة الحجارة ثم دخول في اتفاقية أوسلو وما إلى ذلك. ما هذا الشكل من المقاومة الشعبية الفلسطينية؟ هل لنا أن نطلع على هذا النوع من المقاومة ونتعرف عليه؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة أبدع الشعب الفلسطيني في ابتكار وسائل جديدة للمقاومة بكل أشكالها وأنواعها بشقيها المسلحة وغير المسلحة. نعم. منذ 100 عام، منذ عام 1917 حتى يومنا هذا، استخدم الشعب الفلسطيني في تاريخه النضالي الكثير من وسائل المقاومة، والتي منها ومن أبرزها المقاومة الشعبية. في الحقيقة المقاومة الشعبية حتى نميزها عن غيرها من أشكال المقاومة، ربما نستطيع أن نحصر مجموعة سمات لهذه المقاومة الشعبية. أولا أنها تمتلك رؤية ونتيجة تسعى للوصول إليها، كذلك فيها إرادة تسعى لكي تستمر. نعم. فترة من الزمن كي تصل إلى هذه النتائج، يغلب عليها الطابع السلمي، أو هي سلمية ولكن لا نستطيع أن نقول هي سلمية 100%، لأن الأعمال أحيانا في بعض الأحيان لا تكون مضبوطة ولكنها غير مخططة، وبالتالي المخطط له أن تكون أعمال سلمية وإن كانت تشوذ في بعض الأحيان وفي بعض مساراتها. كذلك فيها عنصر أو معتمدة على العصيان، على كسر الخطوط الحمر. فيها بعض المخاطرة، بعض المجازفة. وشهدنا ذلك في المسيرة أو في الاعتصام الذي نعم بدأ منذ 5 أيام وسيستمر حتى منتصف شهر مايو القادم. رأينا كسر الشبان الخطوط الحمر الإسرائيلية أو للاحتلال الإسرائيلي، وتقدمهم باتجاه الخط الزائل يسموه بالخط الأخضر، ولذلك تعرضوا لوحشية الاحتلال، لإرهاب الدولة، تعرضوا للاستشهاد والجرح. تعرفون الإحصائيات، هناك حوالي 20 شهيد، قرابة 2000 من المصابين. على مدار هذا التاريخ أو 100 عام هذا القرن، هناك مراحل عديدة كان أبرز وسائل المقاومة فيها هي المقاومة الشعبية، ابتداء من عام 1917 عندما أعلن وعد بلفور، خرجت المظاهرات، الاحتجاجات، المسيرات، المؤتمرات وما إلى ذلك من أشكال رفض هذا الوعد. ثم كان بعد ذلك في عام 1920 مثلا، العام الذي تم تحديده لتطبيق وعد بلفور، كذلك استمرت هذه الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات وعصيان المدني. كذلك في مرحلة العشرينات والثلاثينات كان الكثير من الأعمال، منها مثلا على سبيل المثال لا الحصر، مؤتمر يافا في عام 1933 على ما أذكر. نعم. كذلك إضراب عام 36 وما إلى ذلك. تتالت هذه الأعمال عبر المقاومة الشعبية عبر 100 عام. مثلا في عام 76 اللي يؤرخ ليوم الأرض في 30 من آذار مارس، كانت هناك أعمال واسعة في كل أماكن، في كل ربوع الوطن. نعم. المحتل في عام 48 أو في عام 67 ضد المحتل بأشكال عديدة، وهي أشكال والوسائل المميزة وصولا إلى انتفاضة 87 والتي كانت انتفاضة شعبية، يعني مقاومة شعبية بالصفة الأولى. أشكرك دكتور صادق على هذه المقدمة، واسمح لي أرحب بالأستاذ هاني الثوابتة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة. أستاذ هاني، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. أسعد الله مساءك عزيزي ومساء كل السادة المشاهدين. مساء الخير وتحية لكم ولضيوفكم الكرام. حياك الله، شكرا لك. أستاذ هاني، عندما ننظر إلى هذا النوع من المقاومة، هو ليس نوعا بسيطا، وممارسة هذا النوع من المقاومة الشعبية المدنية السلمية تحتاج إلى مقومات كثيرة في الحقيقة، وأحيانا تحتاج إلى أن يكون مستوى التصاق الجماهير بالقيادة، بقيادة هذا الحراك، أكبر وأعلى من مستوى التصاق قيادة الجماهير في المقاومة المسلحة، لأن المقاومة المسلحة تعتمد على خلايا منظمة وتنظيمية تتبع إلى فصائل معينة، لكن نحن هنا نتحدث عن حركة شعب تموج مثل الطوفان على الحدود، وبالتالي تحتاج إلى التصاق القيادة بمختلف الفصائل الوطنية الفلسطينية بهذه الجماهير الضخمة.
ولدينا أمثلة كثيرة، انتفاضة الحجارة وغيرها يعني، وقد عايشتموها وكنتم يعني من شبابها في ذلك الوقت. هل من يعني تلخيص لنظرتكم لهذه القضية؟ يعني أولا، لنجاح أي حراك يجب أن تتوفر مجموعة من العوامل. أحيانا هذه العوامل يعني يدخل فيها الظرف الموضوعي والظرف الذاتي. باعتقادي أن الظروف الموضوعية التي تحيط بالقضية الفلسطينية في هذه المرحلة من نضال شعبنا الفلسطيني. ألو ألو، تفضل تفضل. الظروف التي تحيط بهذه المرحلة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، سيما وأننا نتحدث عن مخاطر تحولت إلى إجراءات. نعم. الإجراءات بدأت بموضوع نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس والاعتراف بها كعاصمة لدولة الكيان الصهيوني. مجموعة الإجراءات المتلاحقة بتصفية دور الأونروا على طريق تصفية حق العودة. موضوع الحديث عن ضم الكتل الاستيطانية، وبعد ذلك تشكلت ملامح ما يسمى بصفقة القرن. أي أننا أمام تهديد تحول إلى إجراءات عملية، لم يعد تهديد في إطار التنبؤ بما هو قادم، أو تهديد يتعلق بمسائل غير مرئية. لا، نحن نتحدث عن إجراءات ونتحدث عن يعني خطوات عملية ومباشرة تمس جوهر الصراع العربي الصهيوني. وإذا ما تم تصفية هذه يعني القضايا بشكلها الرئيسي، موضوع القدس وموضوع حق العودة وموضوع الأرض، إذا انتهى جوهر الصراع العربي الصهيوني، وأصبحت المنطقة جاهزة للحديث عن كيان جديد، مثل ما يدور الحديث عن دولة مركزها غزة، ويكون هناك يعني لها مجموعة من الامتيازات، وبالتالي على حساب يعني الوطن للاجئين والوطن البديل في الخارج لأبناء شعبنا الذين يعني يتواجدوا في الشتات. وينتهي الحديث عن حلم الدولة الفلسطينية وعن حق شعبنا في العودة. لذلك هذا الإحساس بضياع المشروع الوطني، وهذا الإحساس بالمخاطر التي تحولت إلى إجراءات على حقوق ثابتة للشعب الفلسطيني، ناضل على مدار 100 عام، شعبنا ناضل على مدار 100 عام من أجل حق العودة، من أجل تقرير المصير، من أجل إقامة الدولة، من أجل الحفاظ على القدس، هويتها، عروبتها، رمزيتها، مكانتها. وبالتالي تحولت كل هذه إلى عوامل تثوير، وباتت يعني هذه الظروف الموضوعية هي عامل وحافز لشعبنا للتحرك في الميدان. الآن في غزة اجتمع أكثر من الظرف الموضوعي، أو إضافة إلى الظرف الموضوعي اجتمعت الظروف الحياتية والقهر والمعاناة اليومية، ومجموعة الإجراءات التي يعني تغلف بالحصار، وفي إطارها هناك محاولة لتركيع شعبنا ولإخضاع شعبنا حتى يقبل بما هو قادم. شو مكان هالقادم بدنا نقبل فيه؟ هذه هي الرؤية التي يرسمها الأمريكان ويرسمها الصهاينة في دوائر صنع القرار. تجويع، إخضاع، معاناة متكررة طبعا لكل أبناء شعبنا في كل أماكن التواجد. طبعا المعاناة تختلف من مكان لآخر. بغزة المعاناة لها شكل، في الضفة المعاناة لها شكل، في الشتات المعاناة لها على ذكر شكل. على ذكر نعم أستاذ هاني، أرجو يعني تبقى معنا على ذكر غزة والضفة ومعاناة شعبنا الفلسطيني. دكتور صادق، نحن عندما ننظر إلى هذه القضية يبدو أن الفصائل الفلسطينية مجمعة على مسألة المقاومة الشعبية السلمية المدنية كما هو معروف، لأن هناك بعض الفصائل ترفض المقاومة المسلحة، يعني الرئيس محمود عباس كونه رئيس حركة فتح يرفض المقاومة المسلحة، ولكن لا يرفضون المقاومة السلمية الشعبية. ومع ذلك للأسف الشديد حتى هذه اللحظة ينحصر الحراك الحالي، المقاومة الشعبية الحالية في مدينة غزة أو في قطاع غزة، ولم يتسع نطاقه إلى وصولا إلى الضفة وإلى القدس وإلى باقي المناطق. هل هناك ملاحظات على كون أن هذا الحراك فقط في قطاع غزة؟ ودكتور الأستاذ هاني تحدث بشكل واضح عن ظروف موضوعية وأخرى يعني حياتية يومية تتعلق بالحصار على غزة وما إلى ذلك، لكن لماذا الحراك ينحصر هناك؟
نعم سيدي الكريم، في الحقيقة هناك عدة أهداف لهذا الحراك الذي مبدأه غزة، وأنا في تقدير أنه إن نجح في غزة واستمر سينتقل إلى الضفة الغربية المحتلة، سينتقل إلى الداخل المحتل، وكذلك إلى دول الطوق في سوريا ولبنان وغيرهما. أعتقد أن هذا الأمر ابتداء سيحقق ثلاث أهداف مرحلية، وصول إلى هدف الرئيسي لهذا الحراك وهو العودة بإذن الله تعالى. الهدف الأول كسر ما تحدث به الضيف الكريم، كسر ما تسمى بصفقة القرن أو صفقة ترامب. ظن الاحتلال بأن موازين القوى اختلت لصالحه، وأن الفرصة ذهبية في الإقليم وكذلك في النظام الدولي لكي يستثمر هذا الضعف الإسلامي والعربي والمشاكل المتفجرة في هذا الإقليم لكي تصفى القضية الفلسطينية، في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية باتجاه ذلك كي تطبع مع الاحتلال وتعتبر أن العدو الأول هو إيران وليس الاحتلال، بل وإنما الاحتلال هي دولة أيضا تقع توصف بدولة صديقة أيضا مهددة بعدو واحد وهو إيران وما إلى ذلك من هذه الأمور. تأتي هذه المسيرة اليوم لكي تكسر هذا المخطط أولا. الأمر الثاني هو ما أشرت إليه الآن أو قبل قليل، اليوم الجماهير كل الجماهير، وتعرف أن الغالبية العظمى في قطاع غزة أو تقريبا الثلاثة أرباعهم من الشباب، آخر إحصائية تتحدث عن تقريبا 72% من سكان قطاع غزة هم من دون ما دون ما دون 30 عام، وبالتالي هم الأكثرية من الشباب. هؤلاء خرجوا من جميع الفصائل، خرجوا بدافع إحساسهم بالمسؤولية، باستلام زمام المبادرة للمطالبة بالحق الفلسطيني لمواجهة هذا المحتل الغاصب، هذه الدولة الإرهابية. خروج هذا الشعب بكل ألوانه وأطيافه تحت علم واحد وهو علم فلسطين، وهذا ما يميز الحقيقة هذه المسيرة وهذه المظاهرات، هذا يستوجب لزاما على القيادة السياسية من كل الفصائل الفلسطينية أن تلحق بهذا الشعب. في الحقيقة أن الشعب استلم زمام المبادرة وتقدم خطوة إلى الأمام عن القيادة السياسية، فلا بد لهذه القيادة السياسية من كل فصائل أن تلحق بهذا الحراك الشعبي وأن تكون عامل مساعد وعامل دافع لكي يتطور وينتقل إلى الضفة الغربية وإلى الداخل وإلى دول الطوق، حتى إلى كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الشتات في هذا العالم، لكي يخرج في مظاهرات ومؤتمرات واعتصامات وما إلى ذلك دعما لهذا الحراك الداخلي. وهناك وسائل عديدة يمكن أن يمارسها الفلسطينيون في الشتات على المستوى الحقوقي القانوني، المستوى الإعلامي، المستوى الإغاثي. سنأتي إلى هذا بالتفصيل. لكن بعد أن ننتهي من نقطة مشاركة الكل الفلسطيني أستاذ هاني في هذا الحراك، يعني كما قلنا، يعني أنا أود أن أتعرف على رأيكم في حول لماذا لا تشارك السلطة أو حركة فتح أو المنظمة التي أشبعتنا لقاءات خلال الأوقات الماضية الشهور الماضية، وأصلا هم يعني لديهم قناعة تامة بأولوية المقاومة المسلحة الشعبية، وعندنا نماذج صراحة نماذج ناجحة في بلعين وفي غيرها من القرى، وأصلا يقول المراقبون أن الجدار الفاصل استغرق وقتا طويلا في البناء وتكلفة أعلى بسبب المقاومة الشعبية التي تمت، لماذا لا تستثمر الآن والجميع رأسه تحت المقصلة الأمريكية والإسرائيلية وليس فقط حماس أو فتح، الجميع الآن يعني للأسف الشديد تحت هذه المخرطة وتحت هذه الصفقة؟ لا، هو الواقع اللجنة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تتشكل من كافة القوى الوطنية والمكونات المجتمعية والمؤسسات والوجهاء والشباب والطلاب في غزة، ولم يتخلف أي قوى من القوى السياسية في الساحة الفلسطينية عن المشاركة، وإن كان هناك يعني دور أكثر من الآخر لهذا الطرف أو ذاك. والدرس المستفاد من هذا الموضوع أن الحالة الشعبية الجماهيرية تعطي درسا في الوحدة في الميدان، في التجسيد الوحدوي في الميدان تحت راية علم فلسطين، لتقول للقيادة السياسية وتحديدا يعني قيادة السلطة ولقيادة المنظمة أن استمرار هذا الحال أولا من تجاهل صوت جماهير شعبنا باستعادة الوحدة أولا، وثانيا بتعزيز مقومات الصمود، سيقود الشارع إلى الحركة بعد ذلك بدون حتى أن يكون هناك التفاتة لدور القيادة بشكلها الرئيسي.
وبالتالي على القيادة الفلسطينية أن تستجيب أولا لمتطلبات الجماهير، أن تستجيب صوت الجماهير، أن تكون سباقة لدعم صمود شعبنا، بدل أن تكون يعني على طريق معاكس، وبدل أن تراهن على خيارات أخرى في التسوية وما سواها. وإن لم يكن هناك موافقة على صفقة القرن، هناك حديث عن بدائل لها علاقة براعي جديد. ومن هنا يعني في مفترق طرق مهم، شعبنا يوم الجمعة الماضية يعني كان يقرر أمام كل العالم أنه لم يعد هناك حديث عن تسوية، وأن صفقة القرن قد قبرت تحت أقدام أطفالنا ونسائنا وشيوخنا. وعلينا معذرة للمقاطعة، لم أكن أقصد ما يجري في غزة، أعرف أن هناك لجنة تشكلت من كافة الفصائل، ولكن قصدت لماذا لا يعني يتم نقل هذا الحراك أو ينقل هذا الحراك إلى الضفة الغربية المحتلة وإلى مدينة القدس، وأن يعني تعتمد السلطة الفلسطينية هذا الأسلوب النضالي الآن حتى يتم الضغط على الاحتلال من هناك ومن داخل قطاع غزة أيضا. عزيزي يونس، إن لم تستجيب السلطة وقيادة المنظمة والقيادة الفلسطينية لصوت الشارع، سينتزع شبابنا وفتياتنا وأبنائنا زمام المبادرة، ولن ينتظروا طويلا. يعني نحن الآن في حالة عمل ونشاط وحراك متدرج، والرهان على أبناء شعبنا في كل أماكن التجمع. نحن لن ننتظر إصدار قرارات من هذا أو ذاك. يعني نحن الآن أمام لحظة تاريخية حاسمة، أمام حدث تاريخي، أمام فعل متدرج سيقودنا في 15 مايو لتطبيق حق العودة الذي عجزت وتواطأت وتلكأت عن تنفيذه الإرادة الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي بعد 7 عقود. الشعب الفلسطيني يتخذ ناصية القرار ويحول مخيمات اللجوء التي أرادوها للركوع، والتي أرادوها للتيئيس، والتي أرادوها لإخضاع شعبنا، تحولت إلى خيام للعودة. وحينما نقول العودة نحن نقول الثورة. هذه ثورة شعبية شاملة سيخوضها أبناء شعبنا بصدورهم العارية، سيجتازوا الحدود إلى فلسطين التاريخية. وأنا أقول لك يا عزيزي، صدقني هذا الأمر ليس بمستحيل. الثورة الفلسطينية وأبناء شعبنا وجدوا على هذه الأرض لتحقيق المستحيل لا الممكن، ونحن لدينا إيمان عميق بعدالة قضيتنا، لدينا إيمان عميق بأن هذه الأرض ملكنا، بلا شك. وبالتالي لن ننتظر يعني أن يقرر عنا أحد. شعبنا الفلسطيني حيوي، وجدوة المقاومة في هذا الشعب لم تنطفي على مدار 100 عام، ولن تنقطع إن شاء الله أستاذ هاني، ولن تنطفي. وبالتالي نحن ذاهبون باتجاه تحقيق العودة، شاء من شاء، أبى من أبى. من راهن على شعبنا هو الذي سيكسب، ومن لا يراهن على جماهير شعبنا هو الخاسر. بلا شك. أشكرك أستاذ هاني الثوابت، عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. دعونا الآن نشاهد تقرير هذه الحلقة، ثم نعود لمواصلة النقاش مع ضيفينا الدكتور صادق الشيخ عيد والأستاذ علاء الرماوي بعد قليل، فابقوا معنا. سقطت ورقة التوتي عن عورة الاحتلال الإسرائيلي عندما أظهر خشيته من الحراك الشعبي لما يقرب من 2 مليون فلسطيني يعتزمون تنظيم مسيرة سلمية ستستمر حتى 15 مايو القادم، تهدف إلى المطالبة بحق عودة اللاجئين إلى أراضيهم بسلمية. بالتأكيد في هذه المنطقة يشعر الإنسان بنوع من الخطر، ولكن هذه المشاعر بالخوف أو بالخطر في وجود هذا الاحتضان الكبير من كل أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكونات السياسية والمجتمعية، الرجال والنساء، وبكل هذا الحماس نحو تحقيق هدف وطني كبير وهو العودة إلى الديار، بالتأكيد تتضاءل وتتراجع كل هذه المشاعر في سبيل فلسطين وفي سبيل العودة إلى بلادنا وفي سبيل الوصول إلى القدس. هذه السلمية أحرجت الاحتلال الإسرائيلي وجعلتهم لا يحسنون التصرف تجاهها، لما لنتائجها من انعكاسات على المجتمع الدولي، كما وضعت صورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر محطة السخرية من الأطفال والفتيات المتواجدات على الحدود بسلمية.
جئنا اليوم لنثبت للعالم أجمع أننا لن نحيد عن أرض فلسطين وأن هذا وطننا الأبدي، ولن نقبل بأن يكون الاحتلال محتلا له. لقد صبرنا كثيرا، ولكن حان الوقت لنثبت للعدو أننا يجب أن نعود إلى أرضنا وأن هذه الأرض هي حقنا نحن وليست حقه هو. كل شعبنا بتطلع إلى شرقه، يتطلع إلى البلاد اللي راحت. كل شعبنا يعني صغيرا وكبيرا، كلهم مشاركين، جميع تنظيمات الشعب، جميع الفئات كلها مشاركة لتعبر عن حبهم لوطنهم ولبلادهم. فهذا يوم مقدس، يوم من أيام الله، إن شاء الله كلنا حنشارك في هذا اليوم العظيم. ويجمع أهل الاختصاص أن المسيرة السلمية جاءت لقطع الطريق على جنود الاحتلال في استخدام القوة لقمع أي عمل عسكري، فكان الحراك السلمي خير موقف للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فهل ستنصفهم مؤسسات حقوق الإنسان والحريات الإنسانية في العالم بحمايتهم ودعم حقهم؟ قادم الأيام سيجيب على هذا التساؤل. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. دكتور صادق، يعني هناك في الحقيقة رهان كبير على نجاح هذه المسيرة في تحقيق أهدافها أو جزءا من أهدافها، وعلى رأس هذه الأهداف وأكبر هذه الأهداف هو العودة إلى الأرض المحتلة عام 48. هل تتوقع أن تنجح المسيرة أو هذه الفعاليات في تحقيق شيء من أهدافها، وما أهم عوامل نجاحها؟ حياكم الله. هذا مما لا شك فيه، أن هذه المسيرة ما بعدها ليس كما كان قبلها، هي خطوة مهمة كبيرة جدا في طريق التحرير، في طريق عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم بإذن الله تعالى. ولكن هناك أهداف أخرى تحققت منذ اليوم الأول لهذه المسيرة وبعضها تحقق لاحقا. ذكرنا هدفين مثلا من هذه الأهداف المتعلقة بكسر أو على الأقل تأخير صفقة القرن أو مسمى بصفقة ترامب، كذلك ما يتعلق بالضغط على السياسيين الفلسطينيين للجلوس على طاولة واحدة وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية. الأمر الثالث الذي تحقق منذ اليوم الأول أن المقولة التي سعى الاحتلال لترويج لها ولتحقيقها على الأرض، أن الكبار سيموتون وأن الصغار سينسون. قلت قبل قليل أن الغالبية العظمى من سكان أهل غزة، قطاع غزة والفلسطين بشكل عام، هم من الشباب وهم وقود هذه المسيرات وهذه المظاهرات، وبالتالي لم ينسون، بل هم يصرون كإصرار آبائهم وأجدادهم أو ربما أكثر منهم. وهنا فقط أنوه إلى قضية مهمة، يعني 70% كما تفضلتم من سكان قطاع غزة على سبيل المثال من الشباب، وفي 100% من الشهداء والمصابين كانت من الشباب في المظاهرات الأخيرة. يعني نعم. هذا يلفت الانتباه، هذا مهم جدا، وبالتالي لن ينسى الصغار، بل هم أكثر إصرارا على مقاومة هذا الاحتلال واسترجاع الحقوق بما فيها حق العودة. هذه الأهداف بدأت تتحقق، تحقق جزء منها وستحقق أجزاء أخرى على الطريق وصولا إلى تحقق هدف العودة بإذن الله تعالى. الآن أود الإشارة إلى أن الأمم المتحدة بقراراتها، لا سيما قرار مثلا 194، تحدثت عن وجوب عودة الفلسطينيين إلى كشعب وليس كمجموعة أفراد، وإنما الشعب الفلسطيني وجوب عودته إلى قراه ومدنه، وكذلك تعويض الشعب الفلسطيني عما تعرض إليه من أضرار. وفي نص هذا القرار أن هذه العودة تكون فورية بعد انتهاء الحرب أو إعلان الهدنة. هذا بعد عام 67 طبعا، عام 48. 48 نعم. بالمناسبة الآخر هدنة عقدت بين دولة الاحتلال والدول العربية كانت مع سوريا، أعتقد في حزيران من عام 49. بعد هذا التاريخ كان يجب أن يعود الفلسطينيون إلى ديارهم. كذلك كانت اشتراط عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة في قرار 273 كان يشترط على الاحتلال قبول قرار 194 وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم، وقبلوا ذلك. لكن الاحتلال منذ ذلك التاريخ حتى الآن يماطل ولا يقبل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة كعادته، تعتبر نفسها دولة فوق القانون، هي دورة إرهاب بالتأكيد كما تحدث عنها الكثيرون. الآن هذا ينقلنا إلى أن الشعب الفلسطيني لابد أن يقاوم أو أن ينتزع حقوقه من دولة الإرهاب، دولة الاحتلال، بالقوة، سواء كانت بالمقاومة الشعبية غير المسلحة أو بوسائل المقاومة المسلحة. الآن يجمع
أو تجمع الفصائل الفلسطينية على المقاومة الشعبية، وهذا خيار جيد في هذه المرحلة يدفع بكل الفلسطيني للاتحاد بصورة أكبر. لذلك على الجميع أن يشارك، وهنا نأتي إلى إجابة السؤال الذي تفضلت به حول فرص نجاح هذه المسيرة وهذا الحراك الشعبي. بالتأكيد العامل الأساس في نجاح هذا الحراك هو وقوف الكل الفلسطيني صفاً واحداً خلف هذا الحراك وإمداده بكل ما يلزم من الطاقات البشرية والمادية والإعلامية والمعنوية في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، القيادة السياسية والشعب الفلسطيني في الداخل، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في فلسطين المحتلة، وكذلك في الخارج على كل الأصعدة وفي كل المجالات. ما المطلوب مثلاً من أجل يعني تقوية هذا الحراك وجعله حراكاً عالمياً؟ يعني ما المطلوب من الفلسطينيين وهم بالملايين في 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 خارج فلسطين، سواء في الدول العربية المحيطة أو حتى في أوروبا وفي العالم؟ الحقيقة الشعب الفلسطيني يمتلك حول العالم الكثير من المؤسسات الحقوقية مثلاً التي يمكن أن تناضل ضد هذا المحتل على الصعيد القانوني والحقوقي، كذلك على الصعيد الإعلامي يمتلك الفلسطينيون الكثير من وسائل الإعلام المرئية المسموعة المقروءة في وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، يستطيع إيصال الصوت الفلسطيني إلى كل أحرار العالم إلى كل مكان. وهذا بالمناسبة يشكل مع الوقت ضغطا شديدا وكبيرا جدا على المحتل، والمسألة تحتاج إلى تراكم بلا شك. بالتأكيد. على ذكر المحتل دكتور صادق، دعني أرحب بالأستاذ علاء الرماوي الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من رام الله. السلام عليكم أستاذ علاء. أهلا وسهلا بك. على ذكر الاحتلال، كيف يتعامل الاحتلال أو من المتوقع أن يتعامل مع استمرار هذه المسيرات القريبة جدا من السياج الفاصل أو الحدود الزائلة، ولا سيما أن الجمعة الماضية كانت جمعة دامية ارتقى إثر الاشتباكات فيها أكثر من 15 شهيدا وطبعا مئات الجرحى؟ نعم، الاحتلال الصهيوني عادة ما يتعامل مع قطاع غزة بشكل مختلف، وبناء على ذلك هو يعني سيستمر بمنهجية القتل وسيستمر بمنهجية رفع الكلفة، وهذا منبعه من أن الاحتلال يحاول أن يضغط على الجماهير الفلسطينية ويخيفها ويعيد الاعتبار لحالة ما يعرف بالمناعة الأمنية على حدود قطاع غزة. الآن السؤال المركزي، هل الاحتلال الصهيوني يتقصد هذه السياسة؟ هذه استراتيجية أنا برأيي، وبناء على ذلك الاحتلال يحاول أن يخلق هذا النوع من الأداء عسكري على الحدود، بالإضافة إلى أن الاحتلال يحاول أيضا أن يخيف باقي التجمعات الفلسطينية الأخرى في حال تحركت، سواء في الضفة الغربية، في مدينة القدس، في الحدود الشمالية، وهو يستقرئ بأن استمرار الحالة على حدود قطاع غزة يعني توسع دائرة المد الجماهيري وإعادة الاعتبار لاحتدام المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، ثم جعل الكيان يدخل في عملية إرباك من انفتاح وسيولة الساحات الفلسطينية المختلفة. الصعيد المقابل أو على الرؤية الأخرى، هناك أيضا تخوف صهيوني من الصورة. الجمعة الماضية كانت الصورة قاهرة للاحتلال الصهيوني، أثرت على ميزان التعامل مع الاحتلال الصهيوني، كان هناك توسع في الإعلام الغربي في نقد الاحتلال الصهيوني، كان هناك جلسة لمجلس السلام على الرغم بأنها لم تخرج بإدانة الاحتلال الصهيوني، لكن غزة أعادت للاعتبار ما يعرف بالرواية الفلسطينية، الرواية الفلسطينية الرافضة للتطبيع وتجاوز الحالة الفلسطينية، المحرجة للأنظمة العربية التي تطبع مع الاحتلال الصهيوني، أيضا أعادت الاعتبار لمسألة رفض صفقة القرن ومخرجاتها وقبول بعض العرب لبواعث صفقة القرن. إذا أنت أمام معضلة كبيرة للاحتلال الصهيوني. هناك بعض الكتاب الصهاينة الذين تحدثوا بشكل واضح بأن الأحداث على قطاع غزة عادت تموضع الملف الفلسطيني في خاصرة الكيان، بل أوجعته كثيرا، خاصة عندما تحدث عن بعدين يعتبرهم الاحتلال خطيرين. البعد الأول هو صناعة الوعي. هناك من يقول داخل المؤسسة الصهيونية، وهذه كانت مخرجات أحد مؤتمر هرسيليا الذي قال أن الربيع العربي وبعض الاشتباك الدائر في الدول العربية والاحتراق القائم أدى إلى المساس في الرواية الفلسطينية والوعي تجاه القضية الفلسطينية في البلدان العربية، وقال بأن استمرار الحالة يعني ذلك توسع في علاقات مع العرب. اليوم غزة تعيد الاعتبار لأولوية الحالة العربية للملف الفلسطيني برغم حالة الإرباك هنا وهناك. المسار الآخر يونس، وعلينا أن ننتبه إليه جيدا، عندما تتحدث عن
المسألة التي تتعلق بالخيارات الفلسطينية في ظل الحديث عن صفقة القرن وبواعثها. من الواضح بأن غزة التي أتقنت الحرب من خلال المقاومة الفيزيائية العنيفة والتي أدت إلى حالة انتصار في عين العرب والمسلمين، الآن تعود من بوابة السلمية لتعيد الاعتبار للخيارات الفلسطينية. الذين انتقدوا المقاومة حين قاتلت وانتصرت اليوم لا يستطيعون انتقاد المقاومة، خاصة عندما تعتبر أن الأداء المقاوم السلمي هو حالة إجماع. حتى أبو مازن عندما اتخذ قرارا بقيام بالعقوبات ضد قطاع غزة الآن هو في وضع إرباك كبير كبير، خاصة عندما تتحدث عن الخيارات التي تفرضها الآن قطاع غزة. غزة تحولت الآن قائدة للمشروع وهي بالفعل قائدة منذ زمن، ثم أعادت الاعتبار أيضا لمسألة النقاش الواسع فلسطينيا لمسألة المصالحة وإعادة ترتيب الأوراق الفلسطينية. على الرغم من الانتقادات هنا وهناك، لكن أقول أن هذه المظاهرات بسلميتها والاستمرار بحضورها والاستمرار بتدفقها هذا سيعزز القضية بشكل كبير وسيعيد الاعتبار لمحورية القضية الفلسطينية. وبرغم الانحراف عند بعض الزعماء الذين صرحوا باتجاه الأراضي الفلسطينية، إلا أن هدي قطاع غزة يستطيع أن يسكت من يحاولون الآن الاقتراب من بوابة الاحتلال السوري. أشكرك أستاذ علاء الرماوي والكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من رام الله. دكتور صادق، مسألة استمرار هذا الحراك، هذه يعني هذا يعد تحدي كبير للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ولا سيما أن هناك سقفا زمني على الأقل هو قريب نسبيا، 15 مايو القادم وهو ذكرى سبعينية النكبة، لكن المسألة تحتاج إلى ضخ مزيد من العنفوان والأمل لهذه الجماهير، وتحتاج إلى أن يعني تتحقق بعض الأهداف المرحلية. هل تعتقد أن السيد أبو مازن يمكن أن يلتقط الفرصة في اللحظة الأخيرة وينضم رسميا لهذا الحراك الشعبي في غزة ويصبح حراكا عاما في الضفة، ولا سيما أنه لا يتناقض مع برنامجه ومع أدائه السياسي؟ في الحقيقة أخي يونس، هذا الحراك هو أداة ضغط وهو ضاغط على أطراف عديدة بما فيها السلطة الفلسطينية. إن استمر هذا الحراك، وتقديرنا أنه سيستمر بإذن تعالى، هذا الإرادة الجارفة عند هؤلاء الشباب ينبئ بأن هذه المظاهرات ستستمر، وربما تكون الجمعة القادمة أشد من الجمعة الماضية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ المتظاهرين جميعا. عليها جمعة الكوشوك، نعم، إطارات السيارة. وبالتالي هذا أمر ضاغط على السلطة الفلسطينية للمشاركة والانخراط ودعم هذه المظاهرة والسماح لها أن تنتقل إلى مدن الضفة الغربية. إن انتقلت هناك ستشكل فارقة، والدخول في مرحلة جديدة من مراحل المقاومة الشعبية في هذه المرة، وبالتالي هذا أمر ضاغط على السلطة الفلسطينية كما هو ضاغط على أطراف عديدة الاحتلال ودول إقليمية وعلى دول خارج هذا الإقليم. لذلك استمرار هذا الحراك أولا يحتاج إلى مزيد من الإرادة، مزيد من الإصرار، مزيد من العزم، وهذا أمر متوفر عند الجميع. أيضا أن نحافظ على بعض مظاهر هذا الحراك وهي مهمة جدا، أن نبقى تحت العلم الفلسطيني، فقط العلم الفلسطيني، أن يشارك فيها الجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا، أن يبقى الزخم مستمر خلال الأربع أو خمس أو ست أسابيع المقبلة وصولا إلى ذلك اليوم. وهذا بالمناسبة يمنع ترامب من نقل السفارة الأمريكية من على الأقل في ذلك التاريخ، نعم، إلى مدينة القدس. أشكرك جدا دكتور صادق الشيخ عيد، الباحث في مركز الشرق الأوسط في جامعة سكاريا، كما أشكر الضيوف الذين كانوا معي عبر الخط الهاتفي، وننتقل إلى بقية فقرات هذه الحلقة ومعنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سوهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. يحاول الصهاينة تهويد مدينة القدس المحتلة من خلال تفريغ هذه المدينة المباركة المقدسة من أصحابها الأصليين، ويأتي هذا من خلال العديد من السياسات الحقيرة في الحقيقة. ومن أسوأ هذه السياسات هو هدم المنازل بدعوى أنها لم تحصل على ترخيص بناء، وعندما يذهب ليحصل على ترخيص بناء لا يعطي، وبالتالي المواطن المقدسي يبني بيته ويسكن فيه، ثم تأتيه الأوامر بهدم هذا البيت بيده حتى لا يدفع تكلفة أو تكاليف الهدم على يد البلدية، بلدية الاحتلال والشرطة وحتى كلاب الحراسة كما قلنا من قبل. هذا تقرير جديد يسلط الضوء مرة أخرى على هذه القضية، فالمشاهد. أنا ساكن في سلوان في وادي حلوة، البيت هذا ساكن فيه إنه لو صار مجال سكننا فيه إنه لازم نسكن 11 شخص، اللي هو أخوي مع مرته مع أولاد التنين، وأنا وزوجتي مع أولاد التنين. في عندي بنت عمرها سنتين اسمها رفيف، كل شهر بأخذها على المستشفى. أنا ساكن البيت عتيه عمره 200-250 سنة، وفي ورا البيت عندي في تربة، فكل سنة بعاني من مشكلة إنه كل المية بتنزل عندي على البيت جوا، بغرق بالمية، بغرق بالمية. فبياخذ بنتي على المستشفى كل شهر، فالدكتور يعني بيسألني بيقول لي شو طبيعة المسكن، شو طبيعة المنشأ اللي أنت قاعد فيه؟ قلت له 1-2-3، إنه أنا قاعد ببيته كله رطوبة. ولا بقول لي معناته بدي أقرب هذا اللي عند بنتك من المسكن هذا. فحبينا إنه نغير، إنه في عندنا أرض، في عندنا شو، حبينا إنه نغير يعني إنه نطلع من وضعنا شايفة علي ونيجي هون. فعطينا كل شقة عمرنا بالعربي، يعني بنايه تطلع عليها شايف علي جوز كل صارت مكلفه لحد هلا نص مليون شيكل، هذا غير اتعاب المحاميه وغير 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 الى اخره. فبالاخر وانا ابني فيها اجى علي فقال لازم قرار هدم اداري. زي ما انت شايف سكرت كلياتها على الداير عشان اقول لها انه هذا منشاه سكنيه، يعني بدي اطلع فوق والى اخره على الفاضي. رحت على المحامي قال لي لازم تخلي البيت يا يوم الخميس يا يوم الحد مزين يهدوا. فبيني وبينك يعني خبر زي هذا انا صعقت، يعني لانه ميزانيه اذا هم نزلوا يهدوا اعطيهم شيكل واحد، انا فش. فقلت له انا بدي هد بيتي في ايدي، وهذا وضع البيت. هذا الحجر كنت طبعا بدي الف وشافي علي على الدير، يعني مش ضايل علي بالبيت الا غير بس يعني زي ما تقولي تقطيع وبلاط وحجر شغلات زي هيك. والحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. مرحبا بكم من جديد. لأهمية هذه المدينة، مدينة الصمود والمقاومة، المدينة العنيدة التي ترفض أن تتنازل وما زال شعبها يقاتل حتى الآن، أطلق عليها المؤرخون العاصمة الثانية لفلسطين بعد مدينة القدس المحتلة، فلنشاهد لماذا أطلقوا على غزة هذا الاسم. مدينة غزة، غزة هاشم، سميت بهذا الاسم نسبة إلى جد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، هاشم بن عبد مناف الذي دفن فيها، وتعد من أعرق وأقدم مدن العالم بل وأكثرها كثافة سكانية. غزة هي بوابة آسيا ومدخل إفريقيا، وكانت عبر العصور مفتاح التجارة والحرب والاستقرار لأي حاكم، لذلك تعتبر العاصمة الثانية لفلسطين، وهي المدينة الوحيدة في العالم التي هدمت مراراً وتكراراً في نزاع الحضارات، ولكنها في كل مرة تلملم جراحها وتستنهض همتها وتستصرخ أبناءها لتبدأ من جديد. غزة أول مدينة فلسطينية تدخل السجلات التاريخية، فقد تم ذكرها في النصوص المصرية القديمة كمدينة رئيسة منذ أواسط العصر البرونزي. تعرف غزة عند علماء الآثار
بأنها مدينة عائمة على بحر من الآثار، وقد أدرك الاحتلال الصهيوني ذلك، فقام بنهب الآثار المهمة منها بشكل مخطط وممنهج فيما عرف بمذبحة الآثار. من أبرز معالمها الأثرية في بلدتها القديمة المسجد العمري الكبير، وهو أحد أكبر وأقدم المساجد الأثرية في فلسطين، حيث تم تشييده على يد الكنعانيين قبل 3000 عام على شكل معبد وثني، ومن ثم تحول إلى كنيسة أفذوكسيا حتى جاء المسلمون وحولوه إلى المسجد العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسجد السيد هاشم، والذي يعتقد أن قبر هاشم موجود فيه. قصر الباشا، وهو اليوم متحف ومزار للسياح. كنيسة القديس بروفيريوس، ومسجد كاتب ولاية الملاصق للكنيسة، واللذين يرويان للعالم روعة تعانق أجراس الكنائس مع تكبيرات المساجد. تقع مدينة غزة جنوب غرب فلسطين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي شمال قطاع غزة، وتعد أكبر مدنه، وفيها قرابة نصف سكان قطاع غزة. تتكون من 20 حياً ومنطقة سكنية إضافة إلى مخيم الشاطئ للاجئين، ومن أشهر أحيائها حي الشجاعية، والذي وقعت فيه مجزرة الشجاعية في حرب عام 2014، وسمي بذلك نسبة إلى الشهيد شجاع الدين الكردي أحد قادة صلاح الدين، حي الشيخ عجلين، والذي يعتبر عنبه من أجود أنواع العنب في فلسطين، حي التفاح وحي الزيتون، واللذين سميا بذلك لجودة التفاح والزيتون الموجود فيهما. تشتهر غزة ببعض الصناعات التراثية مثل البسط والفخار والأثاث المصنوع من الخيزران والتطريز والنحاسيات والنسيج، والتي حال حصار غزة اليوم دون تصديرها إلى أوروبا. يقال إن اسم الشاش في اللغة الإنجليزية جوز نسبة إلى غزة، وأيضاً جازون نسبة إلى غزة، وهو نوع من القماش المصنوع من الحرير. أنجبت غزة نجوماً منهم الإمام الشافعي، الشاعر والكاتب المسرحي معين بسيسو، الشاعر الكبير هارون رشيد، والذي غنت له فيروز سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا. واليوم تنحني الهام أمام صمود غزة وأبنائها بعد حصار دموي دام 11 عاما ولا يزال، ذاقوا خلاله ويلات 3 حروب عمدت على قتل الحياة وأنشبت أظفارها في كبد أمة نائمة، والتي ستبقى شهيدة على ظلم العالم وعارا على جبين الإنسانية، ولكنها لم تستطع قتل الإنسان الذي سطر بتضحياته ودمائه الطاهرة قصص العزة والبطولة والكرامة. ولسان حال أبنائها يصدح بي: يا غزة قد خاب من دساك. أنا من غزة مهد العزة، لا أحلي رأسي للشدة، أنا في داري كالأشجار أحيا شامخة معتزة. أنا من غزة مهد العزة، لا أحلي رأسي للشدة، أنا في داري كالأشجار أحيا شامخة معتزة. بالأحجار يهب وقال أحفر قبر عدو الغاش، وليسمعني العالم بدمي يبدي غزة هاشم.
تحية عزة إلى غزة الفخار والجهاد، وتحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة في حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أعطر تحياتنا من الفريق العامل، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.